ينضم إلينا الآن من غزة سيد رائد النمس، مسؤول الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني. أهلا بك سيد رائد. في خبر اليوم، استلمت طواقم الهلال الأحمر 5 مركبات إسعاف وأيضا 106 شاحنات من المساعدات من مصر. دعنا أكثر في تفاصيل ما تسلمتموه وطبيعة المساعدات وكيف سيتم توزيعه. أهلا بكم. استلمت يوم أمس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وبالتنسيق مع الشركاء في الهلال الأحمر المصري وبدعم كريم من الكويت 5 سيارات إسعاف، وذلك لإسناد القطاع الإسعافي في قطاع غزة، لا سيما مع تضرر عديد من المركبات الإسعاف نتيجة الاستهدافات المباشرة وغير المباشرة الإسرائيلية لها خلال فترة العدوان القائم على غزة، بالإضافة إلى استمرار استلام شاحنات من المساعدات الدولية عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة. ويعني هذه الأشياء التي تدخل بهدف دعم القطاع الصحي وتوفير المساندة للكوادر الطبية وللكوادر الإغاثية هنا في قطاع غزة. نحن نعمل على يعني تسهيل هذه المهمة ونرحب بأي جهود في هذا الصدد. سيد رائد، يعني نعلم بأن كل هذه المساعدات التي تدخل غير كافية، ولكن يعني نظرا للشح في كل شيء والحاجة لكل شيء، كيف ما هي الآلية التي تعتمدونها في توزيع هذه المساعدات التي تصلكم، وأيضا ما هي طبيعتها؟ حقيقة يعني منذ البداية كنا قد أشرنا إلى أن مجموع المساعدات التي تم إدخالها على مدار يعني 34 يوما هي شحيحة جدا ولا تتناسب، والاحتياج الملح في الجانب الإغاثي والجانب الصحي، لا سيما في ظل وجود 1,400,000 نازح في مراكز الإيواء ومحيط المستشفيات ولدى عائلات مضيفة، وارتفاع عدد الإصابات حيث تجاوز الآن 27,000 إصابة، مما يشكل تحديات كبيرة على مقدمي الخدمات الصحية والإغاثية والإنسانية. وبالتالي فنحن نطالب يعني بفتح ممر إنساني على مدار الساعة يتم خلاله تزويد القطاع الصحي والإغاثي والإنساني بجميع المستلزمات المطلوبة لإسناد عمليتهم في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمصابين والجرحى والمرضى، مع الإشارة إلى أهمية وضرورة دخول الوقود والذي هو لازم الآن بشكل كبير للمستشفيات لاستمرار عملها نظرا لانقطاع الكهرباء بشكل تام عن قطاع غزة واعتماد المستشفيات على الوقود لتشغيل مولدات الطاقة. يعني على سبيل المثال نحن في مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومنذ يوم أمس بدأنا بترشيد وتقليص الخدمات التي يعني نعمل بها وفق المولدات، وقمنا يعني للأسف بترشيد هذه وتقليص هذه الاستخدامات بهدف إطالة عمر مولدات الطاقة لدينا نظرا لقرب نفاذ الوقود بشكل كبير، مما يعرض حياة المرضى والمصابين والجرحى والأطفال الخدج المرتبطين حياتهم بهذه الأجهزة إلى خطر الموت للأسف. طبعا هذه قضية في غاية الخطورة سيد رائد. وهناك أيضا اليوم دعوات، يعني بدأت تخرج هذه الدعوات بشكل واضح إلى العالم بأن هناك خطر مجاعة الآن في غزة، مع يعني دخولنا الشهر الثاني للحرب وحصار مطبق وكامل على قطاع غزة وعدم توفر يعني مواد غذائية وحتى ماء صالح للشرب في غزة. للأسف منذ بداية العدوان وعلى مدار الأيام السابقة تم قطع الكهرباء بشكل تام، تم قطع المياه الصالحة للشرب عن قطاع غزة، تم استهداف أكثر من 40 مخبز يقدم الخبز للسكان الذين هم بالأساس محاصرون ومنهكون ومتعبون، تم قصف أكثر من 20 محطة تحلية مياه، تم تضرر أكثر من محلات لتوزيع المواد التموينية، وإضافة إلى استهداف عدد من مراكز الإيواء رغم أنها تابعة لوكالة الغوث الأونروا. فبالتالي هناك حركة يعني تجويع وحركة حصار غير إنساني ل2,400,000 مواطن في غزة يعانون الآن في الحصول على ربطة الخبز، يعانون عند محاولتهم الحصول على مياه صالحة للشرب،
بالتالي مع تجديد الإغلاق على قطاع غزة وضرب جميع البنى التحتية والمرافق الحيوية لقطاع غزة، فإننا فعلا على أعتاب يعني وضع صحي متردي ووضع غذائي أيضا متردي، والوضع الإنساني بشكل عام والصحي آخذ في السوء للأسف. شكرا جزيلا لك من غزة سيد رائد النمس، مسؤول الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني.